كان في اهم حاجه في المباراه واهم لقطه في المباراه يا احمد، لقطه مثاليه جدا 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 لكابتن محمود الخطيب، وهو بيروح للجمهور ويطالب باحتواء الموقف ويطالب بعوده الجمهور للتشجيع. وعاد فعلا الجمهور للتشجيع، وعايزين نقول يا بخت النادي اللي رئيسه بيقدر جماهيره. دي هتلاقيها في النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بينزل، ويمكن حتى شفنا المشيه فيها معاناه، ولكن يوصل لمدرجات جماهير الثالثه شمال في لقطه مهمه جدا من احد المشجعين، وبيحط له ايديه على راسه، يعني انت على راسنا يا كابتن بيبو. يعني حاجه فعلا تقدير متبادل بين رئيس النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وزي ما بقول يا بخت النادي اللي رئيسه بيقدر جماهير النادي. بص يا احمد، انا عايز اقول حاجه للجمهور. الموضوع يا جماعه سلسله من طريقه التفكير، هو مش حدث فردي. امبارح كابتن محمود الخطيب كان بيكلمنا بالامس عن فكره معاناه الجمهور في الذهاب للاستاد، هنستعرضها واحساسه بالجمهور، والنهارده فعلا بيترجم ده في الملعب. فكره كل الانديه عندها رؤساء، ولكن النادي الاهلي جمهوره عنده اب، هي دي فعلا الفكره الحقيقيه اللي بتلخص فكره ليها علاقه بالانتخابات وفلسفه الاداره فيما يخص عائله النادي الاهلي. هو الموضوع كده يا جماعه، مش تجميل، هي فعلا فكره احتضان الجمهور والشعور بان الجمهور ده ليه فضل كبير جدا على كابتن محمود الخطيب نفسه، لان كابتن محمود الخطيب كان بيقول في تصريحات قبل كده ان دور الجمهور معاه والحب اللي اداهوله عمره ما هينساه، ولحد دلوقتي محتفظ بده. ولكن نتمنى ايضا من الجمهور ان هو يا احمد يساعد الاداره ويساعد النادي، متاكدين ان الجمهور عنده رسالته اللي جاي يأديها في الملعب، ومتاكدين ان لازم نساعده عشان يأديها على اجمل وجه. ولكن الظروف المحيطه، الظروف بتاعه المباريات، عايزين نرجع للمدرج. اكيد اي حاجه بيتعرض ليها الجمهور الاداره مسؤوله ان هي تتصرف فيها، وهي دي الفكره، سيب الدور للاداره تتصرف عشان كده نقدر نتخطى اي فكره وفعلا نستفاد بحلم استاد الاهلي اللي كلنا هنبدا الخطوات بتاعته. حلم استاد النادي الاهلي كان فيه تصريح استكمالا لكلامك للكابتن محمود الخطيب ان احنا خدنا حق الانتفاع لملعب السلام او استاد السلام، لكن كابتن محمود الخطيب قال استاد النادي الاهلي هيتبني بجماهيره وأعضائه ومجلس إدارته، يعني حط الجماهير رقم واحد. عندنا طبعا في توقيع مذكرة التفاهم بين الأهلي وشركة استادات، طبعا شفنا الاحتفال، وكان في أهم أخبار الموضوع أو أهم الأربع محاور الرئيسية هو استاد السلام بحق الانتفاع. كمان عندنا خدنا فرع أو نادي طيبة في الصعيد وتحديدا في الأقصر، وأصبح فرع للنادي الأهلي برضو حق انتفاع لمدة 25 عام، ومجمع حمام سباحة، مجمع حمام السباحة برضو 25 عام، وطبعا تطوير قناة النادي الأهلي، وطبعا ده شيء نتمناه وبيتمناه جماهير النادي الأهلي.